مصروفات كليات العلاج الطبيعي في 9 جامعات خاصة لعام 2022-2023. تابعوا الفيديو، لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة للصف الثالث الثانوي واستعداد لتقديم في الجامعات المختلفة، ويسعى الكثير من الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة. وفي الفيديو التالي هنقدم قائمة بالمصروفات الدراسية لكليات العلاج الطبيعي بعدد من الجامعات الخاصة لعام 2022-2023. أول كلية معانا هي كلية العلاج الطبيعي بجامعة 6 أكتوبر ب70,000 جنيه، كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الرسوم الدراسية السنوية 75,000 جنيه والساعات الإضافية 2,200 جنيه، كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم الحديثة الفئة الأولى 85,400 جنيه والفئة الثانية 97,600 جنيه والفئة الثالثة 122,000 جنيه، كلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية 78,000 جنيه، كلية العلاج الطبيعي بجامعة فاروس 103,000 جنيه، كلية العلاج الطبيعي بجامعة حورس 78,000 جنيه، كلية العلاج الطبيعي بجامعة بدر 85,000 جنيه، كلية العلاج الطبيعي جامعة سينا 92,000 جنيه، كلية العلاج الطبيعي بجامعة الدلتا تصل إلى 67,500 جنيه. وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه هيتم إعلان نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وكنت طبعا عملت لكم فيديو بيوضح فيه الرابط الخاص بظهور النتيجة. ولو عايزين أسعار لجامعات خاصة تانية أو أي حاجة تخص التنسيق هتلاقوها موجودة في القناة، فتابعوا القناة وما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان كل فيديو جديد يوصل لكم إشعار وتستفادوا بالمعلومات الموجودة. شوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.